هتتحرك شوية. شوفوا بقى يا ولاد، هو الأفلام اللي من النوعية دي ما دام بنية التعليم ما فيهاش أي مشكلة. بجد عم هيسة؟ طب ما تشرح لنا إزاي؟ أوه أنت مفترية. يعني بص يا ولاد، أنا أنتوا قبل أنا ما أجي كنتوا بتتفرجوا وبترتكبوا وزر كبير جدا. لما أنا دخلت عليكم غيرت لكم نيتكم. على فكرة يا ولاد أنا مانيش متزمت، يعني أنا من أكبر المنادين بتعليم الجنس في المدارس. إزاي يعني عم هيسة؟ هذا زمان بقى اتمسكت كذا مرة في حمام البنات. الو، ايوه عمي. ايه ماشي خلاص، ابقى عندك بكره الصبح. سلام. تعال فوق، عمك عايز ايه؟ لا مفيش، ده البيت اختي انتحرت. رجع الحته دي ثاني كده كوبايه. اوهاته من الاول. ما تقلقيش خالص يا حبيبتي، ما تقلقيش يا روحي. شعره اللي طلع في دانه ده نحلقهوله، واللي اتكسر فيه يتصلح. لازم يتصلح يا فاطمه. اسمعي، زي ما ابني كبيره مبوظ ابني موجي لازم يصلحه لي. طبعا يصلح مين؟ هو فيديو، ما هو قاعد قدامكم زي الفل اهو. وبعدين انا عملت ايه يعني؟ انا فاطمه، انا اديت له تركيبه دي معموله من ايه، زهره العناب مع الانسولين مع الكاجو اللي هو بتاع الرفاعي ده، ما بيعملش حاجه. كاجو عادي، والانسولين دلوقتي كل الناس بتضربه. امال الواد نبت ليه؟ نبت ليه؟ معرفش، بس في النهايه محدش يزعل ان ابنه بقى راجل. يا نصيبتي السودا، تبقى صباح الشغاله لما قالت لي ان هي حامل من موجي، ما كانتش بتكذب. انت غيرت في ايه كمان؟ ولا هي صباح قالت كده؟ ايوه قالت كده. ولا يا مودي، اللي في بطن صباح ده يبقى ابنك؟ ايوه ابني. يا نصيبتي يا نصيبتي، صباح دي لازم تمشي دلوقتي حالا. لا مش هتمشي، انا بحبها. اخرس، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بيرم. يا ربي على غباء البني ادمين. يا طنط سميه ما تبقيش ضيقه الافق، خلينا نبص لنص الكوبايه المليان. تفقلي. بصي على ابنك دلوقتي، ابنك بقى معجزه. معجزه؟ جسم طفل على صوت سامي العدل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وامك، منك لله. ليه؟ احنا ممكن دقنه نحلقه له على فكره، وبعدين ابن صباح الشغاله ممكن نعترف بيه، اكتبيه باسمك عادي. حسبي الله ونعم الوكيل قدامي. الموضوع بسيط، انت مكبراه. امشي امشي. منك لله يا بعيد، منك لله يا بيرم، منك لله يا بعيد. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الايام، خسرتنا اهلنا واصحابنا. انا خلاص من النهارده ما عادش عندي ابن اسمه بيرم، خلاص انا احتسبتك عند ربنا شهيد. انت حطيتي في الزيطه. ولا قوم استحمى، الريحه المعفنه طالعه منك دي نتيجه قعدتك مع الكلبه اللي جوه ليل النهار. ما تقوليش على شفيها كده، صبعك ده هقصهولك. البنت اللي كانت خطيبتك قالها رافعين عليك قضيه، روح اجي روح المحامي قبل ما يجدلوك ويبقى عليك احكام وتفضحنا اكتر واكتر. عالي قوي فهمنا. طيب يا شحات، في شويه اسقاطات سياسيه. هو اصلا فيلم سياسي يا تيسير؟ لا بس في شويه تريكات كده ما حدش يفهمها غير لو واحد دماغه معجونه سينما زي انت عارفه. كان نفسي اخش معهد سينما، ابوكي هو اللي صمم يدخلني شرطه. الله يحرقه. ايه؟ لا مفيش. بص الحته جايه دي، الشيخ كمير قوي يابا، الصورة ما تغطيش كلها. لا تغطي اللي تقدر عليه. عالي قوي. اديكي 100 جنيه لو قلت لي يقصد ايه لما احط صورة جمال عبد الناصر على الشرخ اللي في الحيطة. يقصد ان مصر كان فيها شرخ، ولما جه عبد الناصر دار الشرخ. أول مرة حاجة تطلع منك. ميزتك ان قلبك حلو، ما يعرفش يكره. وعيبك انك طايب زياده عن اللزوم. الو؟ ايوه يا فندم، انا النقيب تيسير فهمي. ايوه يا فندم، انا والد الطالب نظام تيسير فهمي. لا يا فندم، حضرتك اكيد غلطانه لان انا مش معوده على كده. شش. بيتخانق في الحوش يا فندم؟ ماشي يا فندم، انا جاي حالا. ماله؟ نظام ماله؟ في ايه؟ شش. بس ايه؟ يا مدحت انا عايز قوه تطلع على مدرسه نظام دلوقتي حالا. ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت، ابني بيتخانق قدام المدرسه. يا بني ادم بقول لك يا بخ، هقول لك حاجه بس ما تقولش لعصفور. ما هو سام، اخت عصفور اتقتلت. شست.
مصفور مصفور يا بخي امسك ده ايه ده يا بخي ده الكفر كفر ايه يا بخي البنت لسه ما ماتتش لسه عايشه يا بخي دراع عصفور ما احنا لازم نكون واخدين احتياطنا مش عايزين اي مفاجآت الله تتكتم بقى يا بخ بقى عايز اشوف العنوان فين ما تقول له عم ياسر انت كمان يا عصفور هتوصلنا ازاي من هنا في الحته اللي بقينا فيها دي ما انت عارف عم ياسر اصلا عمري ما روحت هناك وبعدين ده عمي اصلا منعني من دخول البيت يعني انتوا جايبيني من القاهره لهنا عشان تدوخونا مين ما تهدى يا عم انت في ايه ما اللي يسال ما يتوه كمان نسال يا عم خلاص انت هتعصب علي انا معايا العنوان بس حبيت اسهل عليكم اهو 26 شارع المرزي علي امام كشر العبيط اول مصيه بعد كبابجي ملك الجيفه مالكش دعوه انت بالكلام ده انت خليك في طريقك بس نزلنا مدان المزبله وهناك هنسال اه يبقى نسال ايوه الله فاتن انت فاتن يا مرحب بالرقاص ما بلاش الكلام ده يا عمي ما بلاش هيخلف ايه غير رقاص يا عمي اذكروا محاسن موتاكم والله لو كان في حياته محاسن تبقى محاسن الحلو مش وقته الكلام ده يا عمي ما انت شايف البنت قصادك بتموت ما تموت جابت لنا ايه غير وجع القلب وخلتنا نشوف خلقتك مقبوله منك يا عمي ممكن بقى خمسه بالحب عشان عايز اختي في كلمتين ما تقولهم قدامي ده انت حتى في بيتي معلش هما كلمتين ومش هوريك وشي تاني والله ما طولك يا روح ايه بس قوي ايه يا بنت ايه اللي قومك من السرير وانت تعبانه كده ومين قالك ان انا تعبانه يعني انت بتشتغلين يا بنت ولا ايه اه يا بنت استنى يا عصفور استنيت انا عملت كل دوت عشان هي دي الحجه الوحيده اللي هتعرف تدخل بيها البيت كل التمثيليه دي عشان انت وحشتني يا عصفور وانت كمان وحشتيني يا بنت بس ده انت سيبت ركب يا بنت ما تاخدني من هنا يا عصفور منين يجيها بس يا اختي ما انت حاطه ايدك على البال فاتن نعيش على قدنا انا مش قادره اعيش هنا ثانيه واحده قريب قوي قريب قوي يا بنت هتروق تحلى ها قوليلي عامله ايه مع عمك زفت وقطران غير الموضوع ده طب عامله ايه في الجامعه زفت وقطران وغير الموضوع ده طب اخبار العرسان ايه زفت وقطران وغير الموضوع ده طب ما كده المواضيع كلها خلصت يا فاتن استأذن انا بقى استنى بس يا اخويا انا مخنوقه انا حاسه ان انا عمري ما هتجوز مش لاقيه فتى احلامي طفي من بقك يا بنت ده انت سي القمر كفايه سببت الصلاه اللي طالعه لك في مراخيرك دي اذا كان البنت نتاشا المعفنه بيجي لها عرسان قد كده انت مش هيجي لك يا بنت استنى الو يا عم هيثم كلمك وربنا قال لك ايه بقى طب حلو خلاص لما انزل لك نبقى نشوف الموضوع ده عم هيثم ماشي يا عم هيثم سلام دقيقتين ولا حاجه يلا سلام في ايه عصفور لا مفيش ده حوار كده مع بنت صحفيه لازم اروح اطيب خاطرها بكلمتين عشان ما ترفتش بقول لك ايه يا بنت فاتن انا عارف ان العيشه مع عمك تسم البدن بس مضطرين نستحمل يا اختي امسكي